والله زمان يا هند، ليك وحشة والله يا حسين. وانت كمان اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله، طمني عليك، انت عامل ايه؟ والله الدنيا ملطشة معايا شوية. ليه خير، في ايه؟ عندي مشاكل في الشغل، جارد عندي ضرب واد صغير كان عايز يدخل الحفلة الأخيرة من غير تذكرة، وعمل له عقد مشترينا، وأنا اتلطيت في الموضوع ومعمول لي ضبط واحتار. ربنا يعينك يا رب على اللي انت فيه. غير بقى إنه وقعت فيها زبالة مطلعين عيني، خطبتها وعندي معاها مشاكل بالزوفة. فكرتيني، ثانية واحدة، عليا الحرامي يا ياسمين لو ما رديت اللي اخلي ليلة امك سودة. ما ترد يا بنت! بالراحة يا حسين، المواضيع ما بتتاخدش كده. اللي زي دي ما ينفعش معايا غير كده. المهم انت امورك تمام، مش محتاجة حاجة؟ لا أنا بصراحة محتاجة منك حاجة. عيوني. تسلم عيونك. طريقي مش سايبني في حاجة، مطاردات وفضايح وأنا مش عارفة أعمل إيه. أنا عارفة يعني بعد آخر مرة بيني وبينك يعني يخليني مطلبش منك حاجة، بس بصراحة ما لقيتش غيرك ألجأ. عيب يا هند، احنا اللي بينا كبير، غير انك بنت منطقتي، كانت غالية عندي، غالية أوي. العشم برضه يا حسين. الواد ده اسمه ايه؟ اسمه عادل، عادل حمزة. عادل حمزة؟ الاسم ده مش غريب عليا. طب سيبي لي اسمه وعنوانه، وانا هخلي الواد ده يخاف يعدي من الشارع اللي انت ماشية منه. لا يا حسين، انا مش عايزة أذيه، انا بس عايزاه يبعد عني وبس. ده اسمه عادل، ها؟ عادل. هبعت لك كل التفاصيل بتاعته. يعني مش انت يا عيشة؟ لا مش انا يا رشدي. وريني الموبايل بتاعك. سيب. طبعا لا ماما، اديني الموبايل خلينا نخلص. بقول لك مش من حقه نشوف الموبايل بتاعي. طب خلاص اديهولي انا. ولا انت اتجننت ولا ايه؟ هو انت معايا ولا معاه؟ يبقى انت اللي عملتيها. ايوه هي، انا هبلغ عنك مباحث الانترنت وهياخدوكي في البوكس. تعالى هنا يا بابا. بلغ مين؟ دي امي، هتحبسها. وكمان يا بجحتك كمان بتتكلم. تبقي سرقاني مش عايزاني كمان اتكلم. ايش كفايه المسجات اللي انا قريتها. مره تبعت لبنت عمك، مره تبعت لبنت خالك، للعيله بتاعتكو والستات اللي فيها. اتاكدت بقى انها هي؟ ابوك يا يوسف فهم نفسه انه عضو مجلس الشعب، يعني ما بيسيبش مناسبه واحده بس غير لما يبعت لبنت خالته وبنت عمته. مره يقولها عيد مبارك، مره يقولها رمضان كريم، حتى هالوين ما عتقوش. مش مكسوف من نفسك؟ شكرا يا هانم، شكرا، سجلت اعترافك كله. ولما تسجل هتعمل ايه؟ هتحبسها يعني؟ بقولت لك ماما بقى. الله، ماشي، عشان خطك المره دي مش هركبها البوكس، بس والله لو اوريكي. عاجبك كده؟ عاجبك انت؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ اهلا وسهلا يا فندم. تسمع عني يا عادل صح؟ طبعا اكيد اكيد، يعني هسمع عنك. بالخير ولا بالشر؟ بال... اكيد بالشر. هو في حاجه ممكن اقدمها لحضرتك اقدر اساعدك بيها؟ طب انت عارف انا جاي لك بخصوص ايه؟ بخصوص هند ولا اسمها هند هانم يا ابني؟ اشتكيت لك؟ اشتكيت لي، ولو اشتكيت لي تاني انا مش هاجي لك هنا، ها، هاجي لك على البيت واخلي الدهه تبقى لهيتين. ليه بس كل ده؟ ما احترمتش قرارك. قال انت كلاي يعني؟ لا، ولو لهيتها تاني انا بقول لك بلاش. انت راجل محترم، ها، ما تدخلش نفسك في لبش انت مش قده. تمر باي حاجه؟ اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجة تفوتك.